ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر أنا الشط اللي ضايع أنا البحر الغريب لقيني يا حياتي بهالطريق ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر أنا عطراف الغاب حامل رحيلي وشنطة غيابي وشوك الغدر علق اعتيابي وجهك دليلي يهون عذابي شفتك أنا حلمي بمنامي كنت قدامي وخلفك ضبابي لا تكوني هالدنيا وأحلاما توعدنا وياما تطلع كذابي كوني العشق اللي والع كوني الحب الصديق لقيني يا حياتي بهالطريق ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر ناطر بعتم الليل وناطر حبيبك ناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر طول عمر الناس بتحبنا وبعمرنا ما عرفنا ناس ما بتخاف الله نحن ما بنخاف الله لك دايم هادي طلع معك الله يسامحني بس الله لا يسامح اللي عمل هالعملة دنيا وآخرة الو الو ماما مايا كيفك يا بنتي لك وين اراضيكي شو عم بتقولي لك مايا معقول تشكي باخوكي يعمل هيك قصه شو قصتكن يا مايا لك والله ولا كأنكن ولادي اللي ربيتن
كأني ما بعرفكم. اسمعيني مايا، والله العظيم أخوكي ما له ذنب بكل اللي صار. خسرتك يا بنتي، لا تخليني أخسر أخوكي. مايا مايا رجعي يا أمي، رجعي، خلينا نرجع نلتم على بعضنا. ألو مايا، ألو شو بها فرصة يعني؟ فوتها على النظارة وخلت تجي المرة تمضي على استلام الشفت. صاروا جاهزين وأنا مستعد أنقل مطرح ما بدك، حتى لو صرت شغيل بالحمامات. وشو عرفك أنه رح أنقلك؟ ولو شو نسيتي أنك مرض ابن حماية وأني بعرفك كتير منيح؟ وحياتك بعدك ما بتعرفني. أنت صرت نائب المدير يلي هو أنا، ومكتبك الجديد جاهز ساعت اللي بدك. أنا بفضل أبقى بهذا المكتب. أوكي، مثل ما بدك. مبروك. والله وبلشت تلعبي يا بسكا يا لمار. تفسحوا ولا تجيب له شوكولاته ولا حاجه؟ اهدى ازاي وكرم مش هنا؟ انت ناسي ان مراتك واخده خبط على دماغها؟ يعني معرفش ممكن تعمل في كرم ايه؟ بتطلب مين دلوقتي؟ بنت الكلب اللي اسمها ميرفت. هو ده وقته؟ اطلب فرح، خلينا نشوف خالد كرم فين. ما بتردش. يا ماما هطلب فرح ازاي؟ هي بتتكلم من اصله عشان اطلبها. ومع ذلك حاضر 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 يا ست الكل، انا هطلبها لك. انا عايزه كرم، انا عايزه كرم يا حسام. مامي أرجوك رجعيني لبابي. اسكت بدل ما كسر لك راسك، مش عايزة اسمع سيرة الزفت ابوك دي تاني. اتصل بقى زي ما انت عايز، انا هوريك. يلا. لا تطلع في هيك روني. انا في شيء؟ لا ابدا. حضرت البروجرام امبارح؟ مش كله. صدقت اللي انحكى روني؟ اكيد لا. بس انا بعرف انه عطيتك عنوان بيتها لامي. انت اكيد مستغرب كيف تركتها بهيك محل، بس انا مني بنت بلا قصر روني.
شرت معها 100,000 مرة بس هي ما قبلت. ست ياسمين أنا بعمري ما فكرت هيك. كل إنسان فينا عنده ظروفه الخاصة فيه، حتى أمك عندها أسبابها. أنا مستحيل صدق اللي انحكى امبارح، حتى العالم اللي بتعرفك وبتحبك ما حتصدق هالشي. من هي أنت فنانة وطبيعي تلاحق هيك إشاعات. بس هيدي منا إشاعة، هيدي فتيحة. خليكي قوية وإن شاء الله رح تمرق على خير. في شخص عم بيحاربني روني، وأنا بعرف كثير منيح مين هو، بس مش حاسكت. يا حبيبي ربنا يخليك. لا 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 لا، تعاملت اللي عليكم كفاية. مع السلامة، مع السلامة. اسمعي يا ستي، ده المحامي. كل الأمور لصالحنا، وهناخد تعويض مادي كبير جدا. بس أنا ما بيهمني التعويض جو، بدي نخلص من القصة بقى. أنا بقى يهمني. بتبصي كده ليه؟ أنا مش بتكلم على الفلوس، أنا بتكلم على المبدأ. قناة غلطت فيكي تتأدب، تدفع تعويض مادي عشان يبقى مبدأ عند الكل، بدل ما أي حد يخترع لك أي فضيحة وإحنا في غنى عن الكلام ده. ولا أنت إيه رأيك؟ مطولين؟ لا أستاذ، 10 دقايق ماكسيموم مش أكتر. أوكي. ده ياسمين رحي حالك شوي، مش عم بعرف أشتغل. روني قطعت فترة صعبة كتير. بفهمك، بس في اسألك سؤال. شو؟ كان بصورة خيك؟ روني خلص لي شعري بسرعة بليز. اوكي، بعتذر. شكرا كارول. أنا رح كون تحت أمرك بأي وقت، وأي شي بتعوزه فيك تطلبه مني، بلحظة بيكون عندك. أنا إذا عزت شي بتصل فيك دغري، شكرا. على إذنك. بونجور مدام، تفضلي. جاي بارك لك على منصبك الجديد. بالمناسبة جبت لك هدية. شو هيدي؟ هيدي هدية المرحلة الجديدة بحياتك. افتحها. إذا ما عجبك فيك تبيعه. بيعه؟ كيف الواحد في بيع شرفه وعرضه؟ كيف؟ أنت بعته من لما قررت تتركني وتتجوز رنا. أنت اللي تخليتني عندي وجاي تقولي إنه أنا اللي خنتك؟ كيف قدرتي؟ ليش؟ كيف ليش؟ ما لقيت أغلى من هيك هدية. أقدم لك إياها حلوين. تعرف بمناسبة حبل مرتك. بدك تعرف كيف كان؟ كان رجال. رجال وأكتر. بس عقدك كان عم يخنقني. حسيتك عم بتشوفني، ما قدرت أعمل شيء لأنك عم بتشوفني. مشان هيك قطعته وكبيته. تم يخنقني. ف مبروك الهدية. على فكرة بتذكر مرة قلت لي انك اشتريته بكشي في مصاري عندك، فأنا برأيي بيعه، بركي بتتسيسر شوي. هاي القطعة كتير شيك، آخر موضة، مبروك إن شاء الله. حبيتها كتير يسلم. أهلا وسهلا. يعني اسمع لي ياس، ابني اللي انحبس ظلم اليوم بده يطلع. أهلين مرت عمي، خير؟ شو في؟ لك أنا خير؟ ليش أنت خليت فيها خير بعد ما حرقت مكتبتين وبليت فادي بالقصة؟ عن شو عم تحكي؟ شو صاير؟ اليوم إجا الشرطة وأخذوا فادي من البيت بعد ما احترق مكتب جوز مايا. هلا هيك صار اسمه؟ نال اللقب يعني؟ هيك بكيفنا أو غصب من عنا، هيك هو هيك.
طيب طولي بالك، هلا بروح اشوف شو بدي اعمل. اسمع الياس، بدي اقول لك كلمتين قبل ما اطلع. بعد عن اولادي، سمعان؟ مرت عمي، مين اللي خبرك قصة الحريق؟ دكتور معلش شوف وشي. لا هلا ما فينا، لازم نروح تمرها ونرجع نضيف. قولي قولي راحت البنت ان شاء الله. عطي صبر. راحت البنت راحت. لك ما شفتي وشها، ما شفتي وشها شلون صاير، كان مثل البدر. بكره ان شاء الله بترجع اعلى من الاول. لك شلون بده يرجع؟ ما شفتي شلون ممسوخ مثل يا ربي. لك الله لا يوفقك يا تي، الله لا يوفقك يا تي، ولا يهنيك عمرك الهي. لك ان شاء الله ربنا بيفزع. استغفر الله العظيم يا ربي. وهي الجداول فيها كل شيء، ومن هون فيك تفتحيها. اوكي. في شيء بعد؟ بليز كارول، بلغي رؤساء الاقسام انه عندنا اجتماع ضروري هلا. اوكي. وخلي اياد يكون حاضر بالاجتماع. بس مستر اياد مشي. كيف يعني مشي؟ ما بعرف، انا وجاي لعندك شفته فالي من الشركه. فل؟ ايه. بتحبي اتصل لك فيه؟ لا لا مش ضروري. طيب انا رح بلغ رؤساء الاقسام بخصوص الاجتماع. لا الغي لي الاجتماع. طيب اوكي. كل واحد فينا بده يلوي ايد الثاني. كل واحد فينا كان عم بيراهن امتى رح تقدر الذكريات تهزم الثاني. كل شيء عشناه سوا، عاداتنا، ذكرياتنا، كل شيء مشترك، كنت متاكد انه رح يقتلك. بس ما كنت متخيل انه ينقلب السحر على الساحر. أنا جاهزة. هيك بدك تروحي؟ ايه. مش سهرة؟ ايه. وإذا سهرة يعني؟ تفضلي. هلا بدك ياني أسهر كل السهرة أنا ولابسة جاكيتك؟ إذا ما عندك مانع. إيادو. مين هيدا اللي كنت عم تبوسي؟ هيدا أنطوني. عن جد انطوني؟ حياتي هذا انطوني ابن خالي، بكره مسافر وكان عم بيودعني. ايه شو ناطر؟ الحقيقي ودعي. اياد بتغار علي؟ ايه بغار عليك. بغار عليك من امك، من بيك، من عيلتك، من ثيابك، من ريحتك، من نسمة الهواء، من كل شيء ومن اي شيء. بغار عليك ايه؟ بدك تقولي اني رجال شرعي؟ انا يعني رجال شرعي وبامتياز كمان. ايه هيك بدي اياك. بدي هيدا الرجال الشرقي اللي جواتك يطلع ويحسسني قد ايه بغار علي. لك انا بحبك يا مجنون ومش شايفه بالدنيا كلها غيرك. يلا عم بدي افرجيك شيء. يلا عم. الافلام الهندي اللي انت معيشاني فيها دي يعني حيكونوا راحوا فين يعني؟ ما اعرفش يا ماما، ما اعرفش، ما انا كنت معاك، اعرف انا منين؟ طب كلم اهلها. اكلم اهلها اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتكم اتخرست وتايهه ما اعرفش هي فين؟ اسالهم اي حاجه ما اعرفش، ممكن يكونوا عرفوا حاجه. حاضر 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 يا ماما، هكلمها لك. الو؟ ازيك يا نادي؟ عامله ايه؟
انتوا زيكم، انا كنت هتصل بيكم الليله. هي فرح فين؟ ما بتتصلش بينا ليه؟ ما انت عارفه بقى يا نادية، شهر عسل بقى وكده. ربنا يهنيكم. ماما قلقانه عليها قوي وعايزه تسمع صوتها. والنبي يا حسام خليها تكلمنا، هي بتبعت مسجات وبس. حاضر حاضر يا نادية، انا بس عندي اجتماع في الشركه، اول ما هرجع البيت هخليها تطلبكم على طول. لا ابدا، انا بس كنت عاوز اطمن عليكم، وحشتوني. سلمي لي على ماما. يلا حبيبتي، مع الف سلامه. ايه عرفوا حاجه؟ التليفون ده ما كانش له اي لازمه، شغلنا بالهم وخلاص. طب والحل؟ كرم فين يا حسام؟ يا ماما ارجوكي بطلي تساليني كرم فين. انا لو عارف هقول لك. وبعدين بلاش تجيبي سيره فرح، عشان فرح ما تعملش كده، فرح ما لهاش اي دعوه بالموضوع ده اطلاقا. وبعدين فرح ما تقدرش تخرج كرم بره بيروت. وهتعمل كده ليه يا ماما؟ طب هيكون راح فين يعني؟ انا قلبي مولع نار، مش مطمنه ابدا. اكيد العقربه بنت العقربه اللي اسمها ميرفت هي اللي ورا الموضوع ده. هما ليه ما بتردش على تليفوناتها؟ طب انا معاك، ميرفت هي اللي خدت كرم. طب فرح، فرح راحت فين؟ شو يا حلو؟ شو فهمتك انت؟ جايبينك بالبيجاما؟ اذا متلبسه استك صعب كثير حبيبتي. ليكي حبيبتي اسمعي حياتك، كلها شغلة كم يوم بيمشي الحال، اللي عم بيشغلك بيطلعك بكفالة. اساليني الي. بس والله مبين عليك صغيرة. هذا الخاتم اللي بايدك دهب. شو بكي ولي؟ عشو شايفة حالك علينا هيك؟ شو شايفتينا منعاد؟ شايفينها اشكالك كثير حبيبتي، ما تشوفي حالك علينا واحكي شو تهمتك. يلا ولي ردي. بس تعرفي شو؟ اختها وحلوة قد ايه بتقبضي بالليل؟ شبك ليش عم تصرخي؟ انت ما بدك. انا مريا، انا مريا. عندي محلين. استنى بس اقول الله العظيم يا بنت، الله العظيم يا بتشربش ليه؟ مش عاوز. انت هتفضل قليب لي وشك كده على طول؟ لا مش هفضل قليب وشك كده على طول. مش عايز تروح التويلت؟ لا براحتك، انا رايحه التويلت، ما تتحركش من هنا. مفهوم؟ حاضر. أنا كنت عارفة إنك هتتصل بباباك، وديني لوريك لما نروح القاهرة. يلا يلا قدامي قدامي. لك ليه ما عم ترد؟ يا ربي ماشي يا إياد ماشي. إياد أنا هون. إياد
اياد ليش مش عم ترد؟ صاير معك شيء؟ عم تبكي؟ اياد شو في؟ قتلتني، حرقتني. شو عملت؟ بختنق رنا، عم بختنق من جوا. طيب قوم روح. ايه قوم روح لعندها، طالما بتحبها هالقد بكفي من هالتمثيليه البشعه. قوم روح لعندها قلها انا بحبك، خدها وفل. بكره الارض اللي بتمشي عليها. بدي اقتلها مثل ما قتلتني، بدي احرقها. حبيت فكرة انه طالعين بسيارتك وبلا مريفة. بتعرف جو شغلة، بس تكون معي ما بقى بيهمني شيء، بحس حالي اقوى مرة بالعالم. حفظتي اسئلتي كويس؟ بصم ياسمين، عايزك تكوني مركزة وهادية واثقة من نفسك، ما قل ودل، عايزك تكوني قوية. اوكي اكيد بيبي، انا قوية فيك. حيكون احلى انترفيو بكرة بتشوف. أعرف ليش فليت؟ هلا كل ما فل موظف من الشركة بيلحقوا مدير الشركة على البيت ليسألوا ليه فليت؟ بدي أعرف ليش فليت. ما تخافي، ما رح أهرب، راجع. إياد أنا بعدي عني، ما تقربي مني. ليش هيك عم تعمل؟ أنت يلي عملتي، أنت. لك ما تركت لي خيار، ما تركت لي حلول، عم بتسكر كل البواب بوجهي. ما زال عملت يلي بدك اياه، شو جاي تبرري هون؟ اياد ما عم بقدر، عم موت. فكرت القصة سهلة بس الخيانة ما بعمرها كانت قصة سهلة. لك خيانة شو؟ أنت يلي خنت، أنا ما خنتك. ولك وين رنا حبلي؟ صدقيني أنت كنت على أبواب إنه نرجع، بس أنت قلبتي كل شيء. اللي عملتيه امبارح كسر كل شيء بيناتنا. انت ما خنتيني امبارح، انت خنتيني لما قررتي تتجوزي واحد غيري ورحت عملتي عمليه حتى ترجعي بنت. لك ليه انت كل شيء مسموح وانا لا؟ ليه انت فيك تكون ساعة اللي بدك وكيف ما بدك وانا لا؟ لك هيدا جوزي. روحي لعنده. المجنون اللي لحقتك لهون؟ انت قلتي يا مجنونه. Thank you.
والمسيو اياد فل فجأة. ولامار؟ لا، مدام لامار بقيت بالشركة بس لغت اجتماع المدراء، وضلينا انا وياها عم نشتغل على البيانات، وطلبت مني سفيات الموظفين. اعطيتيها اياهم؟ عم بحضرهم وبكره بيكونوا جاهزين على مكتبها. اوكي. بتريد شيء ثاني استاذ؟ خلي عيونك 10/10 وبلغيني بكل شيء، انا بوثق فيكي. حاضر، عن اذنك. موصل. احنا جاهزين. ها مسيو ميشيل رح يكون مخرج الحلقه وحيكون معنا مباشره من الكنترول روم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. كيف اعصابك ستنا؟ تمام تمام. بدنا نعمل حلقوية اليوم. ها اكيد. جود. بدنا نعمل تيست بعد 4 دقائق نطلع على الهواء. كاميرات جاهزه؟ جود. اوكي بليز بدنا نعمل تيست للساوند. هاي هاي. كيفك ياسمين؟ تبا كثير منيحه. اوكي مسيو جو كمان زاد شيء تيست؟ تيست. اوكي بيرفكت. سامعني؟ اكيد سامعك بيبي. شو بتريد نعمل مسيو؟ خليهم يكملوا مثل ما حكيت. وامتين بتحب نختم؟ مش هلا. خليهم يعيشوا الموت، يفوتوا بالحالة على الآخر، بكير بعد. حاضر. مساء الخير. أهلا حبيبتي. فيني أحضر الأخبار؟ أكيد، فوتي. ممكن ترجع سوريا مثل ما كانت؟ بعد عندك أمل يا بنتي؟ ما عاد في أمل، احنا صرنا مجرد أرقام. حابة أشوف كم رقم اليوم اللي ماتوا. الأمل يا جين هو أجمل شيء بحياة الإنسان. أعطي الإنسان بصيص أمل، ترسمي بعيونه سعادة ممكن تسافر فيه لآخر الدنيا. فجأة ضاي عنه الأمل، بيوقع وبصير الموت أرحم. دايماً منتعلم منك. السؤال يلي وجه لي إياه باسم أحمد كان واضح إنه متعمد. أساساً من بداية اللقاء كان باين في شي غريب عم بيصير. ما بعرف ليه حكى هالحكي عن ماما الله يطول بعمرها. بالمناسبة بحب أقول لك ماما اشتقت لي كثير وبحبك كثير. صار لي يومين ما حكيتك بس مثل ما شايفه. خليه ولا بتحبي شيء؟ نحن بدورنا بنوجه لها تحيه كبيره لست الوالده والله يخلي لك اياها. ثانك يو. مسيو جو، بما انك المدير والمسؤول عن اعمالها لستنا المحبوبه ياسمين، شو الاجراءات اللي بتتاخذها بعد اللي صار معك بمصر؟ قبل بس ما اجاوبك على سؤالك، احب اوجه التحيه لحبيبه قلبي السيده الفاضله والده ياسمين، وبشكرها على الهواء ان هي جابت لي القمر ده. أهلو. مش عايز أقول لك على العلاقة اللي بينا سيدة فاضلة، ولا كل الحب والتقدير. نرجع بقى لسؤالك. بكفيهم هالقد